أحمدك اللهم ربي على كل نعمة، وأصلي وأسلم على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة رضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وعمن سار على منهجهم واتبع هداهم وهديهم وعلينا معهم، فأكرمنا بالرضا عنا يا رب العالمين. سجود التلاوة مشروع مأمور به، قد ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم أن الشيطان إذا سجد ابن آدم اعتزل يبكي ويقول يا ويله، يعني يا ويل نفسه، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. سجود التلاوة تعبير عن خضوع العبد لمولاه سبحانه وتعالى، ويشرع في مواطن عديدة ذكرها أهل العلم، وتوجد على أطراف المصحف إشارات إليها، فما حكم أدائها وكيف تؤدى إن كان المصلي أو إن كان القارئها يقرأها في الصلاة أو خارج الصلاة إذا كان يتلو من كلام الله عز وجل ومر بآية السجود؟ أما في الصلاة فإن للقارئ وجهين في هذه المسألة، إما أن يقرأها ويختم بها تكون آية السجود آخر آية يقرأ بها في الركعة التي يركعها، فحينها لا بأس أن يركع ويندرج سجود التلاوة مع الركوع. الله تعالى قال مثلا فاسجدوا لله واعبدوا، ختم بذلك القارئ ثم أراد الركوع، يندرج سجود التلاوة مع الركوع لآن واحد ويكتفى بذلك. هل من الأفضل أن يسجد فيحقق السجود نفسه؟ نعم، ولكن كثير من أهل العلم قالوا يكتفى بالركوع عن السجود. الآن لو أراد أن يسجد وهو في الصلاة وقد قرأ هذه الآية، فالأفضل له أن ينوي في قلبه السجود، ثم إذا قرأ آية السجدة يهوي مباشرة إلى الأرض فيسجد. ومن الأفضل له أيضا بعد هذا أن يقوم مرة أخرى فيتلو بعدها آيات، ومن ثم يركع ويتم أداء صلاته على النحو المعروف الذي يتابع فيه. هذا أفضل، إن شاء أن يدرجها في الركوع وقد ختم بها فلا بأس، وإن شاء أن ينزل مباشرة وهو الأفضل إلى السجود فيسجد بهذه الآية ومن ثم يرفع إلى القيام ويتلو بعد ذلك آيات ومن ثم يستتبع ركوعه وقيامه وما إلى ذلك، فهو أفضل أيضا. الآن ما حكمها في الأصل؟ فلو أن إنسانا مثلا في الصلاة أو بعد الصلاة ما أداها، سواء قرأها في الصلاة أو بعد الصلاة، ما حكمها؟ جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا إنها سنة مؤكدة، وبالتالي لو تركها الإنسان لو كان عمدا أو سهوا لا يحتاج إلى سجود سهو ولا تبطل صلاته بذلك، لكن فوت على نفسه فضيلة. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن سجود التلاوة واجب، يجب، وبالتالي إن كان في الصلاة وختم بها إن درج مع ركوعه تم الأمر له، أم أراد أن يسجد لها سجودا مستقلا وهو الأفضل فبارك الله له. فلو أن إنسانا ما فعل ذلك كما أشرنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يعيدها بعد الصلاة، أتم ويستغفر الله عند أبي حنيفة ولا يعيدها بعد الصلاة لأنه قصر وليس عليه القضاء في مثل هذه المسألة. أما جمهور أهل العلم فكما قلنا لا يجيبون شيئا من الأصل، هذا إذا كان في الصلاة. فإن كان خارج الصلاة فالسنة والأفضل والأقوى أنه إذا قرأ آية السجود وهو يتلو القرآن خارج الصلاة أن
يتوقف عن القراءة ثم يسجد مباشرة لله عز وجل. هذا هو الأفضل والأصح والأقوى والأكثر أجرا. يتوقف. حينما أقول يتوقف لا بد أن أنبه إلى بعض الأشياء التي يفعلها بعض من يقرأ القرآن وهي خطأ لا بد من التنبيه إليها. كثير من الإخوة يكون جالسا حينما يقرأ فيضع المصحف على الأرض ثم يقوم فيسجد للتلاوة. كتاب الله لا يضع على الأرض يا أيها الأخ الكريم. بمحاذاة رجليك تضعه سبحانه وتعالى. قال لا، إلا الأمام، إلا الأمام أو الخلف، هو على الأرض. ارفع أو احفظ أين وقفت في الصفحة الفلانية. ضع المصحف تحت إبطك في مكان معظم هكذا وقل الله أكبر وانزل السجود. إن لم تجد مكانا ضعه تحت إبطك في مكان مكرم محترم معظم. نعم، وانزل للسجود. فهذا أفضل بكثير وأكرم لكلام الله عز وجل ولتعظيم اسمه وكلامه المبين من أن يضعه على الأرض ثم ينزل إلى السجود. الآن عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤخر سجود التلاوة. فلو أن القارئ قرأ الآن آية السجدة وقال أسجد في آخر تلاوتي، يعني بعد 10 دقائق أو نصف ساعة أو ما إلى ذلك، فقد فاته السجود، ذهب عليه، ولا قضاء عليه ولا إثم. كما قلنا جمهور أهل العلم يقول إنه لا إثم عليه بترك سجود التلاوة لأنه في الأصل سنة مؤكدة. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيقول يبقى السجود عليه ويجوز له أن يؤخره، يجوز مو يفضل. كما قلت يتفق أهل العلم على أن الأفضل أن ينزل إلى السجود مباشرة، يتوقف عن قراءته ويسجد مباشرة ثم يتم تلاوته، هذا هو الأفضل. فإن لم يفعل فقد فاتته عند أكثر أهل العلم ولا قضاء عليه، وعند أبي حنيفة تبقى عليه، فإن أخرها إلى آخر المجلس سجدها في آخر المجلس. هيئتها هي سجدة واحدة، وكثير من الناس يعني يخطئ أحيانا فيسجد سجدتين، هي سجدة واحدة. الآن أيضا كثيرون يتساءلون هل تحتاج إلى تكبير وإلى سلام؟ في المسألة مذهبان وقولان وكلاهما صحيح، وخذ ما شئت منهما وقلده فلا حرج. القول الأول أن تكبر لها للإحرام، للإحرام يعني تقول الله أكبر ثم تكبر تكبيرة ثانية فتنزل للسجود. فإذا سجدت سبحت لله تعالى، فإذا فرغت من ذلك كبرت تكبيرة ثالثة، ترفع رأسك منها ثم تسلم عن يمينك ويسارك. هذه هي الهيئة الأولى. الهيئة الثانية أن تكبر تكبيرة واحدة هي للإحرام وهي للنزول واحدة، ثم تنزل مباشرة فتسجد وتسبح وتدعو إن تيسر لك، سأذكر بعد قليل إن شاء الله. نعم، وتدعو ما تيسر لك، ثم ترفع رأسك مكبرا يعني تقول الله أكبر وأنت ترفع رأسك وليس عندك سلام، لا تسلم عن يمينك وشمالك. أي طريقتين تتبع لا حرج في الاثنتين، كلاهما جائزة وحكمها يسير على من يسره الله عليه، لا حرج في تقليد أي من الطريقتين. بعض الإخوة يظن أن القيام لها شرط. قال كيف يعني؟ يعني أنا جالس وأقرأ وصلت إلى آية السجود، قرأت هذه الآية وأردت أن أسجد، فيقوم واقفا ثم ينزل، هذا أفضل، لكنه ليس بواجب ولا يعني سنة مؤكدة، وليس بسنة مؤكدة. فمن أحب أن يقف فلا بأس وله أجر أكثر، ولكن إن لم تقف يعني كما أشرنا وضعت المصحف في مكان معظم مكرم بلا استهانة مع كامل التعظيم ثم سجدت مباشرة من جلوسك، لم تقم، ما وقفت ورجعت نزلت، من جلوسك كبرت للإحرام على المدى الأول ثم كبرت للسجود ثم سجدت ثم رفعت رأسك وسلمت، لا حرج، أو المدى الثاني. الآن ماذا يقرأ فيها؟ يقرأ فيها 3 تسبيحات، وإن شئت أكثر فلا حرج، كتسبيحات الصلاة.
وقد ورد في عدد من الأحاديث بعض الأدعية التي يشرع للإنسان أن يقولها في سجود التلاوة، منها: اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وارفع لي بها قدرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. راكعا بمعنى ساجدا، راكعا بمعنى ساجدا. نعم. إذن اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وارفع لي بها قدرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. لو أن إنسانا ما قال هذا الدعاء وسبح مرة واحدة مثلا، يكتفى بذلك، لم يأتي بالأفضل لكن يكتفى ولا حرج عليه. السجود هو المقصود، يعني إظهار الذل والعبودية لله عز وجل هو المقصود في هذه المسألة. هذه هي القضية الأولى والحكم الأول. الحكم الثاني: بعض الإخوة في جلوس التشهد تراه أحيانا إذا رفع يديه عند التشهد، عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قبل ذلك أو بعد ذلك، تراه يحرك أصبعه السبابة أو المسبحة. هذه تسمى إما السبابة، طبعا عند العرب قديمة. نعم. جميل. أيضا هذه مسائل كثير من الناس يخطئ فيها، يقول لو لم تكن على القبلة ولم تسجد على الأرض ولم تكن متوضيا، هذا كله غير صحيح. يشترط فيها ما يشترط في الصلاة بكل شروطها. في السجود التلاوي إنسان بيت الظلمة أو سيارة أو كذا، صار اتجاه الشر اتجاه الغرب، ما تيسر له أن يتجه إلى القبلة حينما كان في ذلك المكان في سفر يعذر، ثم بعد أن ينزل عند أبي حنيفة يقضيها، يتجه إلى القبلة مع كامل وضوئه ويسجدها قضاء، لأنها لم تصح بشكل كامل عند أبي حنيفة. عند بقية أهل العلم في الأصل هي سنة، لو تركها لا حرج عليه. لكن كما قلنا هذه أيضا مسألة مهمة، أنها يشترط لها الوضوء والاتجاه للقبلة وكل شروط الصلاة. هذه كلها بعض الناس كثيرا يكون يقرأ المصحف مثلا من جوال وهو غير متوضئ مثلا، سيسأل سائل: يجوز؟ نعم يجوز، ليس هو كشأن المصحف المكرم، الجوال يختلف حكمه عن شأن المصحف الشريف. نعم. فهو يقرأ مثلا أو وهو غير متوضئ، أو بعض الناس يقرأ من حفظه ويحفظ كثيرا من الآي المبين فيقرأ من حفظه ولو لم يكن قاضيا، جائز له ذلك. نعم. فتمر سجة التلاوة فيسجدها وهو على غير وضوء، هذا لا يصح، شروطها شروط الصلاة: استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة وما إلى ذلك. هذه القضية الأولى كما أشرنا. القضية الثانية هي رفع اليد أو أصبع السبابة أو المسبحة عند التشهد. هذه أيضا يا أيها الإخوة الكرام من المسائل اليسيرة البسيطة التي في الأصل أقول دوما، وقال قبلي أهل العلم رحمه الله تعالى، ليست من أصول مسائل ديننا، ليست من الأمور الأصلية ولا الأركان ولا الأشياء العظيمة، ولكن سبحان الله حينما يعني يقول بعض الناس بأقوال ويصرون عليها مثل ما أشرنا البارحة، فحينها يصبح الأمر البسيط شأنا عظيما ويبنى عليه أمور كثيرة، ويذهب بأناس ذات اليمين وبأناس آخرين ذات الشمال، ويوصف أناس بالخطأ والبعد عن الدين إذا لم يفعلوا ذلك، وكل هذا غير صحيح، لأن المسألة في الأصل يسيرة جدا. تذكرون البارحة في هيئة وضع اليدين، الآن أيضا وهو جالس للتشهد وضع يديه فرضنا على ركبتيه ولم يرفع يديه، لا عند أشهد أن لا إله إلا الله لم يرفع أصبعه أبدا، أبقاها كما هي، لا حرج عليه، لا عند الشافعية ولا الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة، لا حرج، ما رفع يده نهائيا، أبقى يده هكذا يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية والأدعية ثم سلم، لا حرج، لا حرج أصلا.
المهم نتكلم إذن لنبين أن الأمور البسيطة لا ينبغي أن تضخم أكبر من حجمها، فهذا خطأ كبير، وهذا قد يودي بالناس إلى اختلافات ليس لها فائدة وقد تؤذي المسلمين فيما بينهم. وقد أشرت البارحة أصول ديننا في كل شيء لم يختلف عليها عالم مع عالم، هذا أمر متفق عليه. أما الفروع فهي في الأصل أمور يسيرة يا أيها الأحبة. المهم ورد في أكثر من حديث، منها حديث أخرجه الإمام مسلم من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس إلى التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى بحيث يعني تسامت أطراف أصابعه ركبته، تسامت يعني تحازي، فرض هذه الركبة هذه يدي أطراف أصابعي تحازي. أعود فأقول كل هذا يا أيها الإخوة يعني جائز، إن فعلته لم تفعل لا بأس، ولكن أنا أبين الأفضل وكي لا تقع في حرج أو تعرف إذا سئلت أن تجيب. نعم، يضع يده اليمنى على فخذه أو طرف ركبته اليمنى ويده اليسرى كذلك في نفس المكان، ثم عقد هكذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 53 وأشار بالمسبحة. قلت منذ قليل إن هذه الأصبع تسمى السبابة وتسمى المسبحة. قبل الإسلام كان العرب حينما يختلفون مع بعضهم ويحصل بينهم شجار يستبون بهذه الإصبع، أنت كذا أنت كذا أنت، ولا يزال هذا الأمر، لذلك سميت سبابة، كانوا يتسابون فيشيرون إلى بعضهم بيد. كان هذه أول مرة كثير من الناس يسمع لماذا سميت سبابة. فلما جاء الإسلام سماها كثير من أهل العلم المسبحة، لأن الإنسان يرفعها عند توحيد الله عز وجل، عند الشهادتين، عند كذا. على كل لا حرج في تسميتها السبابة، لا حرج. نعم، إذن قال وعقد 53، وقد اختلف أهل العلم في هيئة هذه العقد، لكن أظهرها والله أعلم هذه الليلة، هذه 3، وهذه الإشارة حينما أطويها كأنها 5، 53. قال وأشار بإصبعه أي السبابة. هذا حديث عبد الله بن عمر أخرجه الإمام مسلم. هناك حديث آخر أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو حديث أشرت إليه أيضا البارحة في بعض طرقه، أنه أشار بأصبعه المسبحة يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. هذا اللفظ الثاني، رواية وائل بن حجر رضي الله عنه صحابي أخرجها الترمذي وابن ماجة وغيره. ففهم بعض الناس من قوله يحركها أن الأفضل في رفع الأصبع عند التشهد أن يحرك الإنسان أصبعه، فترى بعض الناس في التشهد يفعل هكذا أو يحركها هكذا. الآن ما الذي فهمه أهل العلم من هذا الحديث؟ طبعا هذا الحديث ليس نحن الذين رويناه، رواه أهل العلم من قديم، رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحديث الأول وأشار بأصبعه السبابة، أشار بس لم يذكر لا يحركها ولا شيء. حديث الثاني طريق وائل بن حجر رضي الله عنهما أو عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره، فيه هذه اللفظة يحركها يدعو بها. أهل العلم من شراح الحديث رحمهم الله تعالى ومن الفقهاء الذين قرأوا أمثال هذه الحديث واستنبطوا منها الأحكام بما آتاهم الله تعالى من علم وإتقان ودراية، قال جمهورهم يعني المذاهب الأربعة وغيرها تقريبا، نعم جمهورهم قال إن الرواية الأولى هي الرواية الأقوى والأصح، فإذا أراد الإنسان أن يتشهد يرفع يده هكذا، أشار بها فسروا قوله يحركها أي يشير إشارة التوحيد، يرفعها بهذا الشكل بعد ما كانت الإصبع مضمومة حركها، يحركها إيش وعمل هيك هيك؟ لا، جمهور أهل العلم قال كانت منطبقة فحركها يحركها يدعو بها،
ماذا يدعو؟ يدعو الله الواحد القهار، يسبح الله، يشهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. على هذا حملوا معنى الحديث. أما الأول فلا حمل عليه أصلا، هو قوله أشار بالسبابة. أما الثاني فحملوا يحركها على هذا، أنه رفعها عند التشهد. الآن عند إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إذا قال منذ أن يبدأ ينتهي التشهد ويريد أن يقرأ الشهادتين يقول أشهد أن لا إله، يرفع يديه إصبع، هو قد طلق أصابعه هكذا التحيات إلى أن وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله يغفرها. هذا قول أبي حنيفة، أشهد أن لا إله إلا الله، الرفع عند النفي والخفض عند الإثبات. إمامنا الشافعي قال لا، أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها، تكون منطبقة حين نقول إلا الله يرفعها. هل في هذه المسائل ضيق؟ هل قالوا إذا لم تفعل ذلك فأنت ضال مضل؟ ما قال أحد هذا من أهل العلم هذا. المهم، جمهور أهل العلم قال إن معنى الحديث التالي حديث وائل بن حجر يحركها أن يرفعها عند إشارة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، كما أشرنا على تفصيل ذكرناه الآن. لأن رواية في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن بعض تلامذته فسر يحركها على أنه فعلا يحركها، وأخذوا بذلك. يعني في المذهب المالكي قولان، قول مع جمهور الفقهاء يحركها بهذه الإشارة، إشارة التوحيد فقط، والقول الثاني أنه يحركها، واختلفوا الآن في كيفيتها. بعضهم قال يحركها يمنة ويسرى، بعضهم قال يحركها أي كهيئة التدوير هكذا. هذا قول في مذهب مالك، قول في مذهب مالك فسروا به هذه الرواية، وجمهور جمهور الفقهاء ما فسروا الروايات بهذه الطريقة. ورد أيضا حديث أخرجه الطبراني وغيره أن هذه الإشارة أنه حينما يحركها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أشد على الشيطان من الحديد، وقوله إنها مقمعة للشيطان. فمن اجتهد من تلامذة مالك رحمه الله تعالى قالوا هذا التحريك هو مقمعة للشيطان، لكن جمهور العلماء قالوا لا، الإشارة نفسها لا إله إلا الله التي تقمع الشيطان تكسر رأسه. يعني إشارة التوحيد هي حينما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه التي تكسر رأس الشيطان وليس تحريكها. المهم، لو أننا قلنا أن جمهور الفقهاء والعلماء أخطأوا في فهم هذا الحديث، وأن الحق مع من يقول يحركها هكذا هكذا على هذه الرواية، لو كانت هذه الرواية هي الأقوى لو اعتبرناها كذلك، عند من يقول بذلك؟ إذا أنا لم أفعل هذا ما الذي سيجري؟ هل بطلت صلاتي؟ هل أخرجت نفسي من ملة الإسلام؟ هل أنا من الضالين المضلين؟ هل من لم يحرك أصبعه كما أشرنا من الضالين المضلين المبتدعين في الدين ما لم يأذن به الله؟ لا والله. وهذا أعود فأقول ليس كلاما مجتهدا فيه مثلا منذ 100 سنة أو 50 سنة أو 20 سنة، هذا كلام ذكره ما أذكره الإمام البيهقي والإمام الزيلعي وكثيرون، يعني من الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم، كثير منهم قالوا الذي أنقله لكم وفسروا بما أنقله، ما أنا إلا ناقل، ما عندي شيء، أنا عبد فقير أنقل ما رأيته وما سمعته وما وعيته بإذن الله تعالى. فعجبا لبعض الناس، لا هذه السنة، إذا ما حركت أنت مبتدع، أنت ضال، أنت مضل، أنت لا تفهم حديث رسول الله. إذا لم أفعل هكذا أنا ضال مضل مبتدع في الدين ما لم يأذن بالله، ولا لم أفهم شيئا من حديث رسول الله. هكذا منطق التعامل بين المسلمين أصلا في مسائل هي فروع الفروع مو الفروع،
هي فروع الفروعات. هذه يعني ليست من السنن المؤكدة حتى، لأن تفصيلاتها كثيرة ومواد فيها كثير جدا. هذه فروع الفروع. فهذه المسائل تودي ببعض الناس إلى تزمت في الرأي، وأن هذا هو الصحيح وغيره وما عداه هو الخطأ. قلت يا أيها الإخوة، هذا على من يقول ذلك، وقد مر على كثير من آبائنا وأجدادنا تعصبات أخرى وأشرت إليها البارحة، منهم أن يقول أنا حنفي. شلون يعني؟ لعل أبا حنيفة مثلا أفقه من الصحابة وباقي أهل العلم، ما لم يأتي الله بمثله لا قبلا ولا بعدا. هذا معنى كلامي. ما معنى هذا الكلام؟ أنا شافعي. وش معنى؟ ترجم يعني. كلامك واضح. إذا غير الشافعي غبي، لا يفهم دين الله، ليس عنده شيء من محبة الله ورسوله، لن يصل إلى جنة النعيم. هذا مفهوم كلامي. يعني أقول أنا كذا. طيب وغيرك؟ وغيرك ما هو؟ ضال مضل، لا يفقه الدين، يريد بالدين شرا، يريد أن يوصل الناس إلى عذاب الله يوم القيامة. حاشا والله، والله حاشا، سبحان الله. ولكن رحم الله من قال قديما، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الفهم الخاطئ أحيانا أو التفسير الخاطئ لمقولة أو لآية قرآنية أو لحديث شريف طيب يوصل صاحبه إلى هذا التعنت الذي قد يصل إليه. وحينما ينظر الإنسان ويسمع ويبحث ويتأكد ويأخذ العلم من مصادره الصحيحة يصبح عنده سعة للناس، كما قلنا منذ قليل. هذه فروع بسيطة. ترى لو أن رجلا قال أنا والعياذ بالله لا أؤمن بالملائكة، أعوذ بالله من ذلك. الملائكة أثبتهم الله في كتابه بنصوص قطعية الثبوت، ثبتت في السنة بنصوص قطعية الثبوت. مثل هذا والعياذ بالله ضال فعلا مضل. وإنسان آخر قال أنا لا أؤمن بأن موسى أحد رسول الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك. وهكذا الأصول لا يختلف عليها أهل العلم، أما الفروع فإن الأمر يسير يسير. هذا أسوقه يا أيها الإخوة، معنى سوقته البارحة لكي يكون عند الإنسان أريحية في التعامل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا كان الإنسان لم يتقن أحكام الشريعة بشكل محقق مدقق جيد جدا، فلا ينبغي أن يقول عن علوم الشريعة بما ليس عنده من العلم. والله سمعت، قرأت. إيش قرأت؟ لأي كتاب؟ والله كتاب. مين ألفه؟ والله ما بعرف، أنا ما بقرأ أسماء المؤلفين. إيش تقرأ يا روحي؟ الله يفتح عليك. إيش تعرف لك؟ كتاب، بقيت كتاب فتحته هيك رأيت فيه. هذا هو العلم. وإذا ناقشته لا 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 هيك قريت أنا، أنا إنسان مطلع، أنا بقرأ دائما. إيش بارك الله فيك. مجرد أن يفتح الإنسان الكتاب صار عالماً ومطلعاً وفقيهاً ومحدثاً. إذن كل هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في الحديث والفقه وما إلى ذلك والتفسير وقضوا السنوات الطويلة، سبحان الله ما كانوا إلا مجاذين. لأن كل هذا العلم يؤخذ بساعة، يفتح الكتاب ينظر فيها كذا، لا أعرف مؤلفه ولا معنى الجمل التي فيه، فقط أنظر أعجبني هذا الصحيح، انتهى الموضوع. أو ما قاله فلان هو الصحيح وغيره غير الصحيح. نعم أيضا بارك الله. فلان هو الذي يقرر، هو الذي يحدد أيا كان هذا الإنسان. سبحان الله. هذا يا أيها الإخوة يودي بالناس إلى مهلكة وفتنة ما بعدها فتنة. إذا قال قلت عني أنني على ضلالة، وقلت عنك أنك على ضلالة، وأنك لا تفهم الدين، وأنت قلت عني أني لا أفهم الدين، فإلى أين سيصل الإنسان؟ إلى مصيبة وطامة كبرى، والله ستودي بالمسلمين إلى هلكة. ولكن إذا فقه الإنسان ونظر للناس نظر الرحمة، وبخاصة فيما فسح فيه المجال وتيسر فيه البحث،
وكان المجال فيه واسعا، فهذا هو الإنسان المنصف. كان الإمام الشافعي رحمه مما ينسب إليه، مما ينسب إليه أنه كان يقول: رأيي هذا صواب يحتمل الخطأ. أنا بذلت جهدي فأنا أراه في نفسي صوابا، لكن قد يحتمل الخطأ، أنا لست معصوما. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، أنا هذا يعني غير ما فهم ليس هذا القصد، لا، وإنما أنا بذلت جهدي لأصل إلى الصحيح فقدمته للناس. سيأتي إنسان آخر يبذل جهده، قد يختلف اجتهاده عن اجتهادي. أعود فأقول: أصلاً هل الاجتهاد في شيء لا يحتاج إلى اجتهاد؟ حينما يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هل يفهم إنسان يعرف 10 كلمات من العربية أن مع الله شريك من هذه الآية؟ لا يمكن، لا يمكن، وإلا هذا إنسان لا يفهم شيئاً لا بالعربية ولا بغير العربية. هناك أمور لا يمكن أن يختلف على الأثنان، أما الأمور اليسيرة البسيطة فلا ينبغي لعبد مؤمن أن يصد الناس عن دين الله بسببها. أسأل الله أن ينور أبصارنا ويشرح صدورنا إلى ما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين.